ازيكم؟ النهارده تم الاعلان عن اجهزه تابعه لشركه شاومي، منها جهاز الفولد بتاعهم مع جهاز تاني كده قوي ومميز جدا ومنافس شرس للريلمي جي دي 2 اكسبلورر اديشن، وهو الشاومي كي 50 الترا او الشاومي كي 50 اكستريم اديشن. والموبايل ده اكستريم حرفيا، موبايل جامد بمواصفات خياليه وبيقدم مميزات قويه جدا وبسعر كمان منافس جدا. فما غير كلام كتير، عايزك تنزل دلوقتي تعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك في اقرب وقت ممكن. ومن غير بقى كلام كتير، خلونا ندخل على طول في التفاصيل. أنا لا أنساك فلسطين، ويشد بي البعد، أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر شوك، أنا الورد. مبدئيا تصميم الموبايل شبه التصميم بتاع سلسلة التولب، نفس الشكل ونفس سيتاب الكاميرات، ولكن مع اختلاف الحافة او الجزء العلوي من سيتاب الكاميرات واللي بيجي باللون الاسود. تصميم الموبايل هنا مش معروف ان كان بلاستيك ولا ازاز، التصميم الموبايل تصميم روش كده وحلو. ولكن الشيء المبهر والمميز جدا في الموبايل ده هو التصميم بتاع الشاشة. الموبايل هنا بيجي بشاشة اوليد 6.67 من 10 انش بريزوليوشن فول اتش دي بلس، بكثافة بيكسل 395 بيكسل لكل انش، مع دعم ال HDR10 بلس، مع دعم الدولبي فيجن، مع ريفريش ريت سريع بيوصل لحد 144 هرتز. ريفريش ريت سريع جدا كمان، بحوافه كورنرات رفيعة جدا مع دوت سبلاي اعلى منتصف الشاشة. تصميم ممتاز، مواصفات قوية جدا بتتميز بيها الشاشة بتاعت الموبايل ده. من ناحية الأداء بقى يا معلم، فأنت عندك 8 أو 12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5 مع 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية، ونوع الذاكرة هنا UFS 3.1. الموبايل هنا ما بيدعمش تركيب كارت ذاكرة خارجي. الموبايل كمان بيجي بالاندرويد 12 مع الميو اي 13، وبيجي بتشيبسيت من كوالكوم السناب دراجون 8 جين 1 بلس. المعالج ده 4 نانو وبيقدم اداء قوي جدا وافضل اداء موجود على اي موبايل اندرويد هتاخده مع المعالج ده. انت هنا بتتكلم عن اقوى اداء بيقدمه اي موبايل اندرويد في الالعاب الثقيله زي ببجي وكول اوف ديوتي والالعاب الثقيله اللي كلنا عارفينها، بتلعب على اقصى اعدادات وفريم ريت بتوصل لحد 90 فريم. اداء مميز جدا وقوي للمعالج ال8 جين 1 بلس، وبيوفر اكتر في عمر البطاريه بنسبه 30% عن الجيل اللي فات ال8 جين 1. من ناحيه الكاميرا بقى معلم، فانت عندك كاميرا اساسيه هنا 108 ميجا بكسل بفتح عدسه متغيره من F1.67 لF1.6. الكاميرا هنا بتيجي مع الاو اي اس او الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، التثبيت البصري. الكاميرا الثانيه هي كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل بF2.2 وبتيجي ب 120 درجه مع كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل. الكاميرا هنا بتصور 4K على 30 فريم مع كاميرا اماميه 20 ميجا بكسل بتصور لحد 1080 على 30 فريم. الموبايل كمان بيجي مع سماعات ستيريو، ما بيجيش مع منفذ 3.5 مللي للاسف. الموبايل بيدعم ال NFC، بيدعم ال IR بلاستر، ما بيدعمش راديو اف ام. الموبايل كمان بيجي ببطاريه 5000 مللي امبير مع شاحن 120 واط، والشحن ال 120 واط ده بيشحن البطاريه ال 5000 ملي امبير في 19 دقيقه بس. الموبايل هنا بيجي بصمه مدفونه تحت الشاشه، اداء البصمه سريع وحلو جدا، وانا عاجبني جدا التصميم اللي معمول بالتعاون مع مرسيدس ام جي. التصميم ده شكله مميز كده وحلو جدا. سعر النسخه ال 8 128 455 دولار، ما يعادل 8500 جنيه مصري. سعر نسخه الاي ام جي بالتعاون مع مرسيدس هي 623 دولار، والنسخه دي 12 جيجا بايت رام مع 512 جيجا بايت ذاكره تخزين داخليه، وده اللي يعادل حوالي 11930 جنيه مصري، يعني حوالي 12000 جنيه. طبعا الاسعار دي بالتحويل من الدولار للعمله المحليه بتاعتنا، ولكن طبعا للاسف لو الموبايل نزل عندنا مصر اكيد سعره هيكون اغلى من كده بفرق ملحوظ. ولكن انت هنا بتتكلم عن كل المميزات اللي انت محتاجها من اي موبايل فلاجشيب، كل المميزات حرفيا. تصميم مميز للشاشه والمواصفات بتاعتها، كاميرات قويه موجوده على الورق طبعا، بطاريه قويه، شحن سريع، واداء قوي جدا للمعالج بتاع الموبايل ده. ما تنسوش تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتس، ورايكم في الموبايل ده والمميزات بتاعته، وايه اكتر حاجه مميزه من وجهه نظرك في الموبايل ده. بس كده، لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك في اقرب وقت ممكن. اشوفكم بقى الفيديو اللي جاي. سلام.